السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دابا كيف ما وعدناكم، دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتقدموا بتصحيح يعني واحد الجزء من الاعداد العقديه، درس يعني امتحان الوطني للاعداد العقديه، وايضا درس يعني الداله العدديه يعني بكل بجميع يعني مراحل كإنشاء دالة وتكامل مع التكامل مع تحليل التكامل. إذا دابا إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نمشيو نشوفو الدورة العادية 2013، شعبة العلوم التجريبية وشعبة العلوم التكنولوجية التكنولوجيات بمسلكها. دابا غادي نشوفو يعني هادي الدورة الاستدراكية 2013، هانتوما حيت أنا غادي نعطيكم الورقة ديال 2013، نتوما غادي تشوفو يعني وغادي تشوفوا او ميم طون غادي تشوفوا الحل كيفاش كنديروا يعني الحل ديالو. دابا غادي نشوفوا التمرين، يعني دابا كاين التمرين الاول بيو دي بي فكا، التمرين الثاني بيو دي بالاعداد العقديه. انا ركز على الاعداد العقديه، اعداد عقديه غادي نبداو بالتمرين. التمرين كيقول لك نعتبر في المستوى العقدي المنسوب الى معلم متعامد ومنظم مباشر او اي في، يعني فاش تسمع معلم متعامد ومنظم او اي جي، يعني هاك او اي في بحال اللي كتقول معلم متعامد ومنظم في يعني الحقيقي، هذا معلم تخيلي. واخا دابا غادي نشوفوا اشنو طالبين منا. قالك نعتبر اش، نعتبر نقط ا بي سي التي الحقها على التوالي دائما، هادشي كامل خصني نكتبو في المعطيات، هادشي كاجابه على ورقه الوطن دائما هادشي خصني نكتبو في المعطيات. اللحق ديال نقطة A يعني زد A إيجال A إيجال 7 زائد جوجي، وزد B إيجال B إيجال 4 زائد 8 A، وزد C إيجال ناقص جوج زائد 5 A إيجال C إيجال. واخا عندنا هاد المعطيات هادو، غادي نستمروهم في واحد الحاجة. شنو قالنا اول سؤال؟ اول سؤال قال لك تحقق ان 1 زائد اي عامل ناقص 3 زائد 6 اي ايجال ناقص 9 زائد 3 اي. اولا وقبل يعني ما تحقق شنو يعني كتحل عينك هنا مزيان، كتحل عينك كتكون داير بحال الجران، حل مزيان حل مزيان حل مزيان وركز. واخا الى كاينين يعني بعض اللي يعني اللي متفوقين بزاف كيبقاو بحال كتخلقوا شي حاجه في متطابقه تيخرجوا يعني مباشره، وكاين حنا غادي نديروا حنا الطريقه ديالنا العاديه هو اننا غادي نشرو وغادي نوصلوا القاعده ديالنا. واخا نشرو هذه، نضع ا يعني المهم هو السياره اي عامل ناقص 3 زائد 6 اي. واخا نشرو تعطينا ناقص 3 زائد 6 اي ناقص 3 اي ياك زائد 6 اي او كاري ياك، حنا نحتاجو كلشي ناقص 3 6 اي ناقص 3 اي هي زائد 3 اي، و اي او كاري ايغال موان زان حسب العدد العقدي يعني ايغال موان زان، دونك كتولي لنا ناقص 6 الو غادي ايغال ناقص 9 بلس 3 اي. هيا العلاقة خرجناها. ولاني عندما يقول لك تحقق فاعلم ان السؤال الاتي له علاقه بهذا التحقق، هذا هو لاسيس ديال الوطني. دائما فاش يقولك شي حاجه تحقق او بين ان واستنتج يعني خدم داكشي اللي قبل منك، هادشي الا بغيتي دير مزيان كتبنا توفق لكلشي. اذا دابا خرجنا في العلاقه تحقق ان. واخا شنو قال لك السؤال اللي من بعد؟ قال لك بين ان سي ناقص ا عامل بي ناقص ا كتساوي لنا 1 زائد اي. مزيان اش نديرو دابا حنايا؟ غادي نمشيو نحسبوا هذا العدد هذا وخصنا نلقاوه كيساوي 1 زائد اي. واخا غادي نوضعوا بان بي ايغال سي ناقص ا سير بي ناقص ا يساوي شحال هو اللحق ديال النقطه سي؟ هو ناقص 2 زائد 5 اي، نديروا القوسين ناقص ا هو شحال؟ هو 7 زائد 2 اي على بي شحال هو؟ هو 4 زائد 8 اي ناقص ا زد ا يعني لا فيكس دو ا زائد جوج. واخا نبسطو هاد الحساب نشوفو، ناقص جوج ناقص سبعة هي ناقص تسعود، لا ناقص ا هي ناقص تسعود، خمسة اي ناقص جوج اي هي ناقص ثلاثة اي. شوف خمسة اي ناقص جوج اي هي زائد ثلاثة اي، شي هاهي وحدة خرجت لنا وحدة هنايا،
شتي اتونسيون. ربعة ناقص سبعة شحال هي؟ هي ناقص ثلاثة. ثمانية اي ناقص جوج اي شحال هي؟ زائد ستة اي. مزيان، دابا حنا خدمنا مزيان. واخا قال لك بين انك تساوي واحد زائد اي، دابا واش خرجنا بشي حاجة؟ لا ما خرجناش. كاين اللي غادي يمشي شنو يدير؟ إلا ما ركزتش مزيان غادي يمشي يدير المرافق وهذا وهذا باش يوصل لواحد زائد اي. ولكن كاين اللي كيخدم عقله شنو هو؟ هو علاش عطاك تحقق؟ باش تستعملها هنايا. الوغ هذه شحال كتساوي؟ هذه حسب القاعدة كتساوي لنا واحد زائد اي عامل ناقص ثلاثة زائد السائل، ياك؟ على ناقص ثلاثة زائد السائل. وهنا غادي نسابليفيو باغ ناقص ثلاثة بلوس السائل اللي غادي تعطينا في النتيجة واحد زائد اي ومنه المطلوب. يعني هنا الإنسان خصو يركز ويضبط راسو. هانت شو هما دائما التحقق ربطو داكشي اللي جاي، أنا تنقولها وتنعاود نقولها. واخا السؤال اللي من بعدو باء قال لك، السؤال باء شنو قال لك؟ استنتج ان ا سي كيساوي لنا ا بي فوا الراسين ديال دو. مزيان، دابا حنايا كاين اللي هنا غادي تبلوكا وكاين اللي هنا غادي شي شويه وكاين اللي غادي يجيبها وكاين اللي تبزمها العين. الوغ هنايا غادي نشوفو كيفاش نديرو يعني نخرجو هاد الاعجوبه اللي عندنا. فاش قالك استنتج يعني غادي نرجعو لك شي قديم. شنو عندنا هنايا؟ عندنا سي موا ا على بي موا ا كتساوي واحد زائد اي. الوغ هنايا شنو هي سي موا شنو هي ا سي؟ نحن هنا مؤنث او ام مثلا او ام. شنو هي هادي؟ هي هي معيار، فهمتي؟ هو المعيار ديال من او كاري، والمعيار ديال اش ديال زد ام ناقص زد او. فالمعيار هو مسافة، إذا المسافة غادي نعوضها بمعيار. شنو غادي نديرو هنايا؟ إذا كان عدد يساوي عدد، يعني عدد عقد يساوي عدد عقد، فإن تستلزم بأن المعيار كيساوي المعيار. إذا غادي ندخلو المعيار ديال هذا على المعيار ديال هذا، يعني ما كايناش. مزيان فوالا. نحن نعلم أن المعيار ديال أ على بي كيساوي المعيار ديال أ بوحدو على المعيار ديال بي بوحدو. ميساج؟ لا. إذا هنا غادي نفرقوها، هادي كتساوي لنا غادي تفرق غتولي لنا سي موا أ على بي موا ا، ياك؟ كتساوي لنا المعيار ديال واحد زائد اي هي الراسين ديال دو، لحقاش الراسين ديال واحد او كاري زائد واحد او كاري هي الراسين ديال دو. اذا هادي تستلزم بان شحال هو السي ديال شحال هو السي ناقص ا؟ شحال هو السي؟ هو لا فيكس يعني اللاحق ديال النقطة سي، يعني زيد سي ناقص زيد ا. اضرب هادي في هادي كتساوي لنا الراسين ديال دو فوا زيد بي ناقص زيد ا. وهذا حسب القاعدة يعني ديال المعيار غادي نكتبو مسافة شحال هي كتساوي ا سي كتساوي لنا راسين دو ا بي تو سامبلومون خرجنا هاد، ياك؟ مزيان. شحال من ساعة هنايا هنا؟ مزيان، تمنية دقائق. هنا عطيك ساعة ثلاثة السوايع عما هنا بالتوضيح وبكلشي وخدينا تمنية دقائق، يعني راه شي حاجة زوينة مليحة. قالك اسيدي استنتج استنتجنا بأن ا سي كيساوي لنا ا بي الراسين ديال دو. مزيان، قال لك واعطي قياسا للزوايا الموجهه. للزاويه الموجهه شنو هي الزاويه هذه؟ ا بي ا سي هذه الزاويه هذه. مزيان، واخا دابا حنا غادي نعطيو القياس ديال الزاويه. اولا وقبل ان نعطيو القياس ديال الزاويه شنو عندنا من قبل؟ عندنا جوج الحوايج، عندنا يا اما هذه، ياك؟ اما هذه، ولا عندنا ديك الاخرى شنو هي؟ سي ناقص ا على بي ناقص ا كتساوي لنا واحد زائد اي، ياك؟ مزيان، برافو عليكم. واخا شنو هي سي ناقص ا؟ غادي نوضحو ان هاد الزاويه هادي، هاد الزاويه شنو هي؟ الزاويه في الاعداد العقديه نرمز لها بالارغيمون يعني العمده، ولكن الزاويه في الاعداد الحقيقيه نرمز لها بالزاويه هكا. غير هو هنايا غادي نديرو كتوافق لنا ارغيمون ديال من؟ غنفتحو القوس نديرو قسم. شنو غادي نديرو؟ كنبداو بالخر كاع زيد سي ناقص زيد ا على زيد بي ناقص زيد ا بترديد دو بي. شتي؟ ها هو يعني احنا خصنا نلقاو هاد الزاوية هادي شحال كتساوي. اذا شنو هو معيار ديال زيد سي ناقص زيد ا؟ يوافق لنا ارغيمون ديال من؟ ديال سي ناقص ا على بي ناقص ا بترديد دو بي، ياك؟ شنو هو سي ناقص ا على بي ناقص ا؟ راه استنتجنا قبيلة السي، سي ناقص ا على بي ناقص ا كتساوي لنا واحد زائد اي. اذا هنا غادي نعوضوها
نحيدو هادي ونديرو واحد زائد اي. واخا لارغيمو ديال هذا يوافقنا ارغيمو ديالنا، غادي نكتبو الشكل المثلثي ديال هذا راسي دو او اي بي سور 4 تتحسبوها ياك. ارغيمو ديال ا في بي يوافق ارغيمو ديال ا، بحال اللي كتخدم اللوك في سميتو في عدد عقدي. غير هو في الارغيمو يمكن يكون سالب يمكن يكون موجب، لان زاويه. يوافقنا ارغيمو ديال نفرقوا هذيك راسين دو زائد ارغيمو ديالنا ديال او اي بي سور 4 ياك. ارغيمو ديال شي عدد باي باي ايكال زيرو، يبقى لنا ارغيمو ديال او اي بي سور 4. نحن نعلم ان اللوغ ديال او دو اكس يساوي لنا اكس، ايوا هنا غادي تشد غاتشد بي سور 4 اي ماتريساج اي، غاتشد زاوية بي سور 4 شحال كتساوي. اذا هادي غتهبط بي سور 4 بتردي دو بي، يعني هاد الزاوية هادي كتهبط ياك. القاعدة ديالنا شنو هي؟ هي ارغيمو ديال زيد اس ان يوافق لنا ان فو ارغيمو ديال زيد، فهمتي؟ اذا هاد القاعدة هادي غتطبقها هنايا، وبالتالي الزاوية ايكا بي سور 4. ارانا دابا غادي ندخلو في الدوران. الدوران نورمالمون تحت ساهل في شنو قلت لكم؟ واش قلت لكم نخدموا الاستدراكية 2013؟ لا ماشي استدراكية، هادي راه الدورة العادية. عفوا انا نهارت ليكن اخ الدوران الذي مركزه بي وزاوية شو بي سور. واخا دابا هنا غادي نكتبو ثانيا، وغادي تشد السيلو بحال هكا، وغادي تشوف شنو عطاك اخ. شنو قال لك؟ الدوران غادي تمشي ورقة الوسخ وتكتب لا فورمول ديال الدوران. شنو هي لا فورمول ديال الدوران؟ زيد بريم مو اش مو اوميغا ايكالا او اي تيتا فوا زيد ناقص اوميغا ياك. حيث ان زيد بريم صورة زيد، فهمتي؟ اذا دابا هنايا هنا كتكتب يعني لا فورمول ديال الدوران. واخ شنو عندنا هنايا؟ قال لك دوران الذي مركزه بي و اوميغا، قالك هو المركز في القاعده ديال الدوران، اوميغا هو المركز. اذا غادي نحيدو اوميغا، هادشي في الوسخ ديال اوميغا، وغادي نكتبو بي. بي قالك هو زاويه دوران هي بي سور 2، يعني تيتا ايغا بي سور 2. غادي نحيدو التيتا هادي وغادي نديرو بي سور 2 صافي. واخ شنو قالك هو السؤال؟ قالك دابا حنا كتبنا لا فورمولا هادي كتبها في الامتحان، قالك بين ان لحق النقطه دي، لحق نقطة نقطة دي. شنو هي دي؟ هي صورة ا بالدوران اخ ياك. دابا غادي نمشيو غادي نترجمو هادي رياضيا. صورة ا بالدوران اخ يعني اخ ديال ا ايكال دي، شي دي صورة ا بالدوران هذا يعني اخ ديال ا كيساوينا دي. واخ مرحبا. اذا دابا هنا شنو غادي ندير؟ تو سامبلومون هنا غادي نطبقوا القاعده ديالنا. نشوف شكا ديال دي صورة ا بالدوران، لان هادو تيبقاو يتلفوا، فهمتي؟ الوغ هنا شنو غادي نديرو؟ دابا شنو عندنا؟ زد بي هو دي، اذا غادي نمشيو نديرو زد بي يعني زد دي ناقص بي كيساوي لنا او اي بي سور دو هي اي فوا زد ناقص زد ا يعني زد ا ناقص بي. مزيان شحال هو زد دي؟ هو لا فيكس يعني دي، غنديرو دي ناقص بي كيساوي لنا اي لحقاش او اي بي سيغ دو هو اي اي فوا ا ناقص بي فوالا. اذا هنايا كمل غتجي بي جر نهاية دي اي ا موان بي بلوس بي ياك. اي ا موان بي بلوس بي دونك هنا غتنشر اي فوا ا موان بي. ا موان بي شحال هي؟ هي 7 بلس جوج اي ناقص 4 بلس 8 اي. قالك هو شنو قالك؟ تحقق ان دي كيساوي لنا شحال؟ 10 زائد 11 اي، يعني الصورة ديال هادي. واخا ناقص 4 ناقص 4 ناقص 8 اي ياك زائد بي، زائد بي شحال؟ زائد 4 زائد 8 اي يساوي لنا اي عامل اش؟ سبعة ناقص شحال؟ اي بي سور دو هي هذيك. واخا سبعة ناقص سبعة شحال هي؟ ثلاثة. ثلاثة غتجيك ثلاثة ناقص ستة فوالا.
زائد 4 زائد 8 ياك شحال هي هادي؟ اظن صفر 3 اي ناقص 6 اي اوكارية زائد 6 زائد 4 ياك زائد 8 اي يساوي لنا 10 زائد 11، وبالتالي من هو المطلوب دي يساوي اشنو؟ قال لك السؤال اللي موراه قال لك احسب، قال لك احسب دي موان سي سور بي موان سي ياك. واخا غادي نحسبوا دي موان سي سور بي موان سي، دي موان سي سور بي موان سي، واعلم بان موراها كاينه شي حاجه. واخا ما تشوفش اشنو عندنا دي هي 10 زائد 11 اي ناقص سي، سي شحال هي سي؟ هي ناقص 2 دائما القوس كاين 5 اي على بي شحال هي بي؟ هي 4 زائد 8 اي ناقص ناقص 2 زائد 5 اي يساوي 10 ناقص ناقص 2 هي شحال هي 12، 11 اي ناقص 5 اي هي شحال زائد 6 اي على 4 ناقص ناقص 2 هي 6، و 8 اي ناقص 5 اي هي شحال زائد 3 اي. الوغ هنا غادي نعملو بثلاثة شحال تجيك؟ ثلاثة عاد من أربعة زائد شحال؟ أربعة زائد جوج إي مي ثلاثة عامل أش؟ لي جوج زائد إي فوالا. دابا هنا نشوف واش هي هاديك بعدا ولا ماشي هاديك مزيان. هنا غتمشي هادي مع هادي وشحال غتبقى لنا هادي؟ غتولي لنا جوج عامل أش؟ جوج زائد اي، وهنايا عاوتاني جوج زائد اي، وغتمشي هادي مع هادي تعطينا جوج ينتمي لها، غتكتب لها هكا ينتمي لها، واخا ما عرفوش واش مستقيمين ولا مش مستقيمين، المهم جوج كينتمي لها، واخا. ها هو جاي موراك، كيقول لك ها هو جاي تيسد، راك دابا سبكتي عليه، هو عاد جاي موراك، شنو كيقول لك؟ كيقول لك استنتج ان بي والسي والدي نقط مستقيمية، مزيان. فاش كيقول لك استنتج ان بي و سي و دي نقط مستقيميه، ماذا يعني هذا؟ يعني انك خصك تبين ان زد دي ناقص زد سي على زد بي ناقص زد سي ينتمي لاخر، ياك؟ كاين ما كاينش خصنا القاو كينتمي لاخر، يعني يكتب على شكل ا سي كيساوي لنا كا بحيث ان كا ينتمي لاخر، كا فوا يعني ا بي. والمثال نحن نحن خرجنا هذيك دي موان سي سير بي موان سي شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا جوج ينتمي لاخر. شحال هي هادي؟ شحال هي؟ هي زد دي ناقص زد شنو هادي؟ ناقص زد سي على زد بي ناقص زد سي كيساوي لنا جوج. يعني إلا دخلنا مثلا ولا كتلقى الجوج كينتمي لاخر، إذا كتقول له نقط مستقيمية بلا ما تفرع راسك، إذا سالي لنا جزء ديال الأعداد العقدية. دابا غادي ندخلو في الجدول من بعد.